السلام عليكم. اليوم رانا في باب الواد ونروح نشوف التهيئه نتاع الساحل تاع باب الواد. كان في اشغال تاع تهيئه الساحل اذن على مستوى كيطاني. وهنا رانا في المنطقه هذه، هنايا هذه المنطقه هذه تم تهيئتها قديمة على كل حال. هذه عندها حوالي 10 سنوات ملي داروها، لكن بعد المنطقة هذه نشوفوا ليه نزيدو نافونسيو. فيه منطقة تم تهيئتها مؤخرا، خليتها في حالة الأشغال، مريت منها. هذه عندها حوالي عام مرينا منها. اليوم نروح نشوفوها كيفاش كملوا الاشغال هذه والنوعيه تاعها نتاع الاشغال. إذن هذه هي المنطقة اللي راني نتكلم عليها، ونلاحظ انه هنا الدروج ديجا الدروج هذا قدم، ونشوف كيف تكسروا. النوعية نتاع الرديئة نتاع المواد المستعملة نوعية رديئة جدا، والله ديفون نتحسر كي نشوف نتائج من هذا النوع، هذا مخي يحبس. المهم نروح نشوف التهيئة هذه اللي داروها غير كيما، هنا الأشغال ما انتهتش، ونشوف انه المنطقة هذه تم تهيئتها. احنا واش يهمنا نقولوها ونعاودوها هي لافينيسيون، لانه الأشغال كي تكون في على الورق والتصاميم تكون جميلة، عندما تصل للواقع تولي حاجه واحده اخرى. وهذا هو الاهم، نشوفوا لا فينيسيون نتاع العمل هذا. هنا المنطقه التصميم يبدو مقبول، لكن هنا المنطقه هذه القاعه هذه هنا مازال ما لم تنتهي الاشغال بها. وهنا نلاحظ انه فيه فينيسيون مقبوله، تبقى قضيه وضع المساحه الخضراء هذه يديروا فيها غازون ولا ما لاباش واش يديروا فيها، ولا يديروا بها دي فلور، يديروا ازهار وكذا. المهم هذه مازال ما انتهتش، ونروح نشوف الساحل المقابل لهذه المنطقة هذه. الساحل هذا هو الساحل هذا هو إذن هذه هي المنطقة تخص مازال أشغال مازال ما لم تنتهي بعد أشغال مازال لم تنتهي بعد. وهنا زادوا داروا لهم الطريق من هنايا تهبط، داروا الطريق هنا تهبط وطلعوا يهبطوا بالطونوبيل. هنا لاحظ اشغال مازال لم تنتهي، وهنا عمليه نتاع التغليف المساحه هذه. دائما وابدا الاشغال هذه عندها تقريبا عام وما زالت لم تنتهي. هنا ما زال عملية الردم، نشوف الشاحنات
هاي تجيب حجارة، إذن الطريق هذه مخدومة للحجارة. نشوف باللي فيه عملية نتاع الردم مازال مستمرة. إذن هذا هو. إذن نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.